لا تهزم المعضلات إلا يائس، ولا تحبط المحاولات إلا انهزامي، ولا تموت الطموحات عند حالم. بمطرقة وإزميل كان لمانجي أن يفتت جبلا في الهند، وكان للوطن هلالا عظيما يهزم آسيا في تارة ويقهر إفريقيا في أخرى. لم تعد رغباته عادية متواضعة، صارت أهدافه تشبهنا، تشبهنا كلنا، تشبه رؤيتنا، تشبه حزم سلمان، تشبه عزم محمد، تشبه السعودية. الأزرق العملاق لم يعد فريقا نصفق لإنجازاته في إطار محدود. الزعيم طائرة صنعت في أعظم بلاد الأرض، تطير بنا من قارة لقارة، تجوب بنا ميادين الانتصارات وتهبط في منصات الذهب. لم نعد نرى فريقا صعبا، ليس ضعفا في الخصوم، بل أن قدرهم التقوا بالهلال، التقوا بكبير آسيا وسيدها وعملاقها. رغم هذا كله، أتعلم يا هلال أنك حزت المجد كله عندما عانقت السحاب وصافحت في يوم محمد. دمك دمالة من أول الشهر كامل، نورك تلالة وعم، نورك تلالة وعم، في القلب علة وبنالة، بين الحنايا منازل، ومر علي وحدك كم، ومر علي وحدك كم. يا بدر دمك دمالة من أول كامل كامل، نورك تلالة وعم، نورك تلالة وعم، في القلب علة وبنالة، بين الحرايا منازل، وأمر علي وحدك كم، وأمر علي وحدك كم. أهوى حتى الزمالة بالفعل ما هو جواهي، كم لي أحب أهوي كم، الحادي عشر والنصف بتوقيت السعودية، كورة ينطلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.